إيده بشكل علوي، يعني لو فتح كفت إيده كلها فوق سكر من هان ومن هان. منير طالب عبد الرازق محسن، بدأت تدريب كاراتيه تقريبا سنة 1990 وجودو في سنة 94. بزاول مهنة التدريب كمدرب من 15 أو 16 سنة، سنة 2000 تقريبا بدأت في نادي صلاح الدين الرياضي في دار صلاح، ومن 11 سنة تقريبا في زعتران مركز تعامرة للجودو والكاراتيه. طبعا أشغل عضو مجلس إدارة في الاتحاد الفلسطيني للجودو، رئيس لجنة الاختبارات في الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه. الحمد لله رب العالمين، يعني لما كنت لاعب كنت لاعب منتخب، تدرجنا شوي شوي، عملنا في تدريب في التحكيم برضو، يعني حصلت الشارة الآسيوية حكم آسيوي، حكمت في العديد من البطولات الدولية. احنا هنا عندنا طبعا تدريب الحمد لله بفضل الله جيد، لكن صحيح احنا خصنا في فلسطين كثير من الأشياء، من بينها اللي هي المسائل المالية المادية لدعم البطولات، خاصة البطولات الخارجية والمعسكرات الخارجية، هذا يعني مما ينقصنا. وصحيح يعني الحمد لله يعني ندفع من جيابنا، بنتعاون لاعبيننا، نسبة كبيرة من اللاعبين يعني بندربهم بالمجان من أجل أنهم يستمروا في رياضة الجودو وفي رياضة الكاراتيه برضو. فإحنا بنطلب طبعا سواء من الجهات المعنية اهتمام بالرياضة الفلسطينية وجعل الرياضة الفلسطينية من أولوياتها، لأن الرياضة هي خير سفير لشعبنا، هي التي تمثلنا في كثير من المحافل الدولية. حينما يرفع العلم الفلسطيني هذا شأن عظيم جدا. أنا النادي الوحيد الذي يدرب رياضة الجودو في بيت لحم، في كل محافظة بيت لحم، هو فقط نادي أو مركز تعامل الجودو الكاراتيه المتبقي. طبعا بقية المتبقية عندنا هان في مركز تعامل الجودو الكاراتيه، علما بأنه يعني يصدر الكثير من اللاعبين. أنا بذكر قبل عام عملنا بطولة شارك فيها 200 لاعب جودو، 200 لاعب جودو. الآن طبعا بسبب عدم الاهتمام بالرياضة من قبل الجهات الرسمية وغيرها، الصحيح إنه يؤدي إلى الانحلال انحلال الرياضة بل تراجعها بشكل يعني ملحوظ. اللاعب إبراهيم ذويب من نادي تعامل الجودو والكاراتيه، لاعب منتخب فلسطيني للجودو، واحنا بنتدرب في مركز التعامل للجودو والكاراتيه مع المدرب القدير منير حسين، وبنتدرب يوميا الحمد لله، في تقدم في اللعب، في تقدم في الاداء، وان شاء الله راح نشارك في بطوله العالم في 2017 تقريبا 10 سنين بنتدرب. طبعا في لنا اهداف مثل الوصول للالعاب الاولمبيه، الارتقاء، نشر الرياضه الجودو في هذه البلده وفي المحافظه اللي هي بيت لحم بشكل عام يعني، ونتمنى التوفيق للجميع.